السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم لكم الروتين ديالي. كما كتشوفوا يعني في الصباح كيف عادي، غسلت وجهي، حكيت سنيناتي، عطيت لولدي الفطور، مشى لمدرستو، عطيتو الكوتي مشى لمدرستو، وعاد رجعت انا نفطر على خاطر كاين واحد الشتيوة. درت هاد الحريره الحسوه اللي درت على الطريقه المغربيه بالشوفان، كانت بقات ليا من البارح، سخنتها وفطرت بها، ودابا غنمشي نفز الكوكوت، واللي ما واللي بقى ليا غادي نخلي لولدي في الكاسرول حتى يجي ويفطر على خاطره، وغنعصر عليها شويه الحامض. وقبل راه شربت واحد كاس القهوه، يعني ما صورتوش، المهم عادي، راه صورت طيبت قهوه كحله، وغادي نفطر وغادي نشرب واحد شويه الحليب. المهم صافي غنشرب شويه ديال الحليب. وهنا راه جمعت تصبين غادي نطويه، انا ما كنخليهش صراحه حتى العشيه، حيت الا خليته حتى العشيه غادي نبقى نعكز، لا هما كنديروا مع الشغل. صافي دابا هنا تصبطويت الصبيغ، غادي ندوز الماكينه، جمعت الصاله دوزت الماكينه، عاوتاني غادي ندوز هنا الماكينه او المامه، كل واحد شنو كيقول لي، غادي ندوز الشطابه، وغادي نمشي نمسح بلانجيت هدان هدان البنات، دائما دائما كنمسحوا بهاد البلانجيت. يعني دابا راه كتشوفوا، ولا كنت صراحه شحال هادي كنت كندير واحد الدريره فازقه وكنعاودها بدره ناشفه، يعني ما كتكونش فازقه بزاف غير شي شويه، ولكن هاد الفكره جاتني احسن اني نمسح بلانجيت. صافي دابا غادي نعاود العود غير من الفوق حتى هو بلانجيت، كما كتشوفوا دوك الزواقات اللي فيه ما كيصلح لي غير لانجيت الزاج حتى هو كنمسحو. صافي دابا يلاه 9:30 صباحا، انا صراحه مولفه كنصبق الكوزينه هي الاولى، ولكن الكوزينه اليوم عندي مجموعه ما عنديش فيها يعني شي روينه. صافي غنسد الباب، وهنا راه جمعت حتى السيجور حتى هو جمعتو، ومسحت الغبار فوق التلفازه. صافي غندوز واحد الشطيطيبه للدار باش يعني تبقى الدار نقيه، وهذه صراحه وليت كنديرها مؤخرا، شحال هادي ما كنتش كندير، يعني كنت كنسبق الكوزينه هي الاولى، دابا كنجمع الدار هي الاولى. صافي دابا غادي نعجن، درت شويه سبيسيال فورس وشويه الخميره وملحه وشويه الزيت وطرفه السكر، يعني كتجي هاد العجينه زوينه، وكتجي الخبز كيجي حمامر. وصافي هادشي اللي كاين. دابا كنعرك العجينه غنغطيها نخليها تخمر. هنايا البنات درت غندير البيصاره، درت هنا ربعه ديال الفول، كنشريها هكذا مخلطه، كتجي زوينه البنات، يعني بغيت تشري ديروها بوحده ديروها بوحده، انا كندير الفول والجلبانه، كندير الفول والجلبانه. درت جوج كيسان د الماء، شويه الملحه، شويه ديال الثومه، وغادي نديرها غير تغلى شي شويه، عاد نحيد منها ديك الكشكوشه وعاد نسد عليها. دابا راه هنا راه مشيت يعني تسخرت، جبت السردين غير من حدانا شويه قريب، جبت كيلو ديال السردين، حيت ما كنحتفظش به انا في المجمد، لان ما كيعجبنيش المذاق ديالو، كيعجب يعني كلشي اللي في الدار كيعجبو، كيكون يلاه جديد، كيكون يلاه جابوه، يعني ماشي بحال اللي تيكون في المجمد، ما تيبقاش فيه ديك اللذه ديال مازال السمك الابيض ممكن هذا السمك، وحتى السمك الابيض بالنسبه لي انا كيعجبني كلشي يكون طري. دابا غادي نسد عليها الكوكوت، وغنمشي نكب شويه الماء على هذه، كنبقي فيها غير الخضار غسلتها. وصافي غادي نجمع لافابو، وغادي نكب عليه حتى شويه جافيل من هذيك ريحه الحوت. ودابا نرجع للعجينه،
دابا نكوك العجينه نخليها ترتاح واحد شويه عاوتاني نقرصها. المهم صراحه البنات من الانسان ينوض بكري يحيد عليها هذا الشيء، لان اي حاجه راه خاصها الوقت يعني. ونهار الصراحه اللي كتكون عندي الراحه يعني صراحه الانسان يولف نفس الوقيته ينوض فيها يعني، حتى لا بقى ليه الوقت وبقى غير جالس حسن ليه ما يبقى يعني يجري تيولي واحد القلق يعني كيبقى يزرب. دابا راه قرصت واحد القريصه، درت خبيزه وقريصه وغطيت الخبز خليته يخمر، ودابا غادي نغسل هاد القصريه مزيان. درت لها واحد شويه الحلف حلفات السلق باش تحيد من داك العجين، صافي ونضرب لها غسله. دابا غادي نمشي نيشان، دابا وصلت هنايا 10:30، صافي غادي نمشي باش غادي نشرمل الحوت يعني بالبعد ما خليته يتسقطر، غسلته وخليته يتسقطر. انا درت واحد شويه ديال الثومه غندوزها بهاد يعني الكرادة اللي كنقرض بها، غندوز بها الربيع. وصراحه ما كيعجبني ندقو في المهلات غير دابا عاوتاني درت هاد الطريقه، شويه الملحه شويه الكمون شويه الخل. وغادي يلا جبت معايا يعني 3 كيلو الحامض في التقديه ديالي، كان خاصني غير الحوت والحامض. صافي غادي نعصر نص حامضه صافي. غنشرملو باش نخلي فيه شرموله والبصله كطيب، وغادي نمشي باش نسيق. ايوه صافي. هنايا غادي نسيق انا ماشي يعني تسياق يعني، انا راه ماشي كندير غير شويه ديال التيدو جافيل يعني وشويه ديال اوني في المسحوق ديال التصبين. صافي كندير شويه جافيل وكنحك الارضيه غير شي شويه يعني، وصافي كندوب الجفيف باش ما كتبقاش الحاجه مطبعه يعني، داك الجفاف ما كيجينيش مع هاد الفايونس يعني. وبعد المرات تنجفو كندير في هذاك السطل نيت شويه ديال التيدو جافيل وكن
وانتم ملي كتشوفوا يعني كدوزي الجفاف يعني كتبقى الارض ما ملمعاش. المهم انا صراحه من النوع اللي عزيز عليا الجفاف ملي كنت صغيره، كيعجبني يعني الصراحه لا جففت خصني نجفف مزيان. وحتى ملي كتنوضي بكري كتقضي الشغل في خاطرك وكتحس وكتقضي بواحد الراحه، واحد يعني كما كنقولوا كتطلعي النفس في راحتك، يعني ما كتبقيش مخلوعه وكتجري، وحتى يعني كتعرقي في ذاتك كتبقي تقولي خصني نزرب مثلا. انا دابا بشويه عليا وتا في التصوير جاتني احسن. هنا راه جبت ولدي من المدرسه ومشيت نيشان باش درت هاد المقيله هذه. صراحه اول مره كنقلي فيها الحوت كنت كندير فيها غير اللحم. ماذا هذه اللي جاتني مع الهدايا يعني من المانيا، ولكن جربت فيها درت فيها غير جوج معلقات ديال الزيت ودرت التقلي فيها. يعني صراحه جات روعه، هاد الحوت جا غزال ما نعاود لكمش الصراحه، وجا ما شاربش الزيت، عجبتني المقيله صافي. وهنا البصاله راه ما كنطحن انا ما والو، يعني راحت وصلتني عليها هاد الوصفه، كنطلبتني عليها ام ريم كانت باغا الطريقه ديال البصاله. وانا درتها لك اختي، صافي البنات هما وجدات ليا البيصاره. انا ما كنطحناش كما قلت لكم.